المشهد العظيم اللي احنا شايفينه ده قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحطته المرة دي كانت في محافظة بني سويف، وزي ما احنا متعودين انه دايماً بيحتوي على خير كتير لأهلنا في كل مكان، ما بين مساعدات غذائية وعينية وشنط وأدوات مدرسية، وده من خلال أكتر من 300 متطوع ومتطوعة بيشتغلوا زي خلية النحل. كل المساعدات اللي احنا شايفينها دي مش بس المساعدات اللي هتتقدم لأهالينا في محافظة بني سويف، ولكن احنا عندنا عدد كبير من المساعدات بتنقسم ما بين المساعدات وما بين التنمية. بنعتبرها هدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة رئيس الجمهورية لأهالينا في كامل مراكز بني سويف اللي عددهم 7 بعدد 225 قرية. مساعدات ل 11500 أسرة، بنتكلم على مساعدات للغارمات كمان وحل أزمة كانت كبيرة جدا بتهدد بيوتهم وسلمهم، بنتكلم كمان على ملابس وبنتكلم على شنط مدارس واحتياجات المدارس. أكتر من 16 شاحنة تريلا بيمثلوا أكتر من 12 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني. الشاحنات دي هتطلق في أرجاء المحافظة وهتوصل لأهلنا في القرى، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. كمان الدكتور مصطفى محمود جايبين لهم 2500 شنطة مواد غذائية، زي ما حضرتك شايف احنا جايبين زيت، سكر، كل السلع التمويلية المطلوبة. بنشارك مؤسسة ب 1000 شنطة مدرسة و 1000 أدوات مدرسية و 1000 كيلو لحمة و 1000 مواد غذائية. مشاركين في الاصطفاف بحوالي 4 طن لحوم لعدد 2000 أسرة، ومشاركين كمان بحوالي 1000 كرتونة مواد غذائية، ومشاركين بألف شنطة مدرسية لطلابنا في المرحلة الابتدائية. مجهود كبير وعظيم بيقوم به التحالف الوطني لخدمة أهالينا في كل مكان، وده الهدف اللي دايماً بيسعاله من خلال مؤسساته المنتشرة في كل مكان.